السيدة أمل الزناتي أحمد، وهي إحدى النماذج النسائية الملهمة والتي تجسد صورة جديدة من صور الكفاح التي يسطرها دوماً ذوي الهمم. فقد قهرت الظروف واتجهت للعمل في مهنة صيانة الجرارات التي تشق على الكثير من الرجال، وحققت فيها نجاحاً لافتاً. استاذة أمل بقى واحنا بنتفرج على الفيديو قالت لي وانا اتلخبطت وما خدتش حتى الدرع من السيدة كنت مبسوطة قوي. احكي لنا بقى عن اللحظة الحلوة دي. لا انا كنت مش مصدقة بصراحة ان هم ان انا يعني السادة الرئيس ان هو ان انا اوصل لحاجة زي كده. كنتش متخيلة بصراحة، كنت في قمة السعادة والفرح ان انا اوصل لحاجة زي كده. اصلا احكي للناس ازاي جات لك المكالمة انهم يقولوا لك يا استاذة امل تعالي انت هتتكرمي من السيدة انتصار السيسي. انا كنت بعمل شوية فحوصات طبية كده، فمتضربين عليا وانا في وانت في المركز يعني بتعملي التحاليل. فقام جايب الخبر، انا ما بقتش عارفه انا رايحه فين وجايه فين. بس كنت في قمه السعاده بصراحه، يعني ان انا عرفوكي ازاي يا استاذه امل؟ دي حاجه مهمه قوي، يعني ازاي احنا محتاجين نفهم ازاي قصص النجاح دي بتوصل انها تتعرف، وازاي كمان لو انا اعرف حد حلو زي كده ارشحه. مين اللي كلمك؟ المكتب بتاع المرأة، ما اعرفش مين اللي رشحني. ما اعرفش. ما تعرفيش؟ والله ما اعرف بجد. والله ما اعرف. يا سبحان الله، ومن انا كنت طول ما انا قاعده استغفر وادعي ربنا ومش عارفه اشيل الفساد، يعني طول ما انا قاعده كده ساعتين كده سبحان الله قام جاي التليفون ده. ده حاجه جميله، ده ربنا بيجاوب. الحته اللي انا قاعده فيها ما فيهاش شبكه خالص. جات لك الشبكه؟ جات لي الشبكه في الوقت ده. لما ربنا يريد كله يتيسر. طبعا طبعا طبعا. انت كان ايه اصلا تحدياتك؟ ما انت اكيد كان عندك مشاكل كتير قوي في شغلك، انت عشان تشتغلي الشغلانه الصعبه دي عانيتي من صعوبات اصلا جدا كتير كتير قوي. وبس انا ان انا اتحديت نفسي وتحديت الزمن وتحديت الناس ان انا لازم اوصل للي انا فيه دلوقتي. يعني عايزه ان انت تثبتي للناس ان انت مش اقل من حد عادي، ان انت تشتغلي في اي حاجه. مش شغلانه حتى الراجل نفسه ما يعرفش يشتغلها. مش حكايه ان انت قاعده في محل عادي او اي حاجه، لازم تثبتي للناس ان انت كان اي شخص عادي ما يعرفش يعملها. وانت شخص عادي، مش كان انت شخص لا عادي لا وجميل وحلو. يعني الله يبارك ناقصنا ايه؟ الله يبارك. ولا حاجه. الدماغ اهم حاجه. بالظبط، هو اهم حاجه الدماغ مش الجسم. العقل اقبل على النفس واستكمل فضائله. فانت بالنفس لا بالجسم انسان. الله عليك. الله عليك يا استاذ امل. فلازم الانسان يحط ثقه وايمان عنده بربنا ان هو يوصل لاي شيء، ما يتحدى الزمن ويتحدى الناس ويتحدى كل حاجه، ما يقفش عند نقطه واحده. في نقط بتوقفني وبتبقى صعبه وكده، بس لازم اتحداها كلها. انت رحتي بقى للشغلانه الصعبه دي، انت الوحيده من اخواتك اللي اشتغلتي شغلانه والدك. اي اخويا كان اخويا بيشتغل في استيراد الجرارات. انا بقى يعني هو ما كانش موجود اساسا، كان مسافر، وانا بقى حبيت ان انا اقعد في المحل واكبره واحده واحده كده لغايه واحب ان انا يعني ان انا ابقى اكون يعني هو الحمد لله انا على مستوى الجمهوريه او مستوى العالم كله مفيش حد بيشتغل في المجال ده. حابه ان انا يعني بس بعد ما الرئيس عمل لنا الوضع ده واهتم بينا في انا متشكره فعلا فعلا ان هو ما حدش اهتم بالمعاقين ولا زي الهمم ده خالص الا في عهد الرئيس السيسي. بصراحه يعني انا دلوقتي حاسه ان انا ماسكه الدنيا كلها. لا ده انت ماسكه الدنيا، وانت هتعملي حاجات كتير طبعا جايه لسه طبعا هنتكلم طبعا.